شاروخي احلى من شاروخه. بالله من قال لك هالحكي؟ شاروخي احلى، امي هيك قالت لي. شو قالت لك؟ قالت لي انه شاروخي احسن لانه جلد وحقه اكثر من شاروخه. وشاروخي كمان جلد. اهلين بابا. شو هاد؟ منلكن الشواريخ؟ بابا انا احلى، شاروخي ولا شاروخ اخي؟ شاروخك وشاروخ اخوك حلوين، بس منين هدول الشواريخ؟ شو بتعطينا اذا قلنا لك؟ ولك انت ما عندك شغله ببلاش؟ لك بلاها، بعدين هلا ما عاد في عنا شيء ببلاش. طيب شو رايك اني انا ببلاش عرفت؟ شو عرفت؟ اكيد الماما اجت من تدمر وجابت لكم الشواريخ. شلون عرفت؟ هلا وين الماما؟ بالحمام. قلت لها مثل ما قلت لك؟ قلت لها، بس هي ما سألت عنك بنوب. بسيطة، بس نفذ الحركات اللي كاتبهم وسيم، لخليها مو تسأل عني، لخليها جن. مرحبا جميل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تقلانة نعيمة. الله ينعم عليك. هنا لو سمحتي بدي أحكي معك كلمتين إذا تكرمتي. ايه تفضل. حبيبتي انا اسف كثير، لو بعرف انك بدك تيجي بهالوقت ما كنت طلعت من البيت، كنت انتظرتك لتجي. خليك رجال بابا. شو بنا؟ روح قاعد بي. بسيطة ما صار شيء. يعني ما بدك تعرفي وين كنت ومع مين؟ اكيد كان عندك موعد مع رفيق من رفقاتك. اذا ما بخليك تجني لتعرفي وين عم روح واجي ما بكون جميل. شلون جولتك؟ كتير كانت حلوة والسياحة كتير انبسطوا. شفت شو جبت للولاد؟ ليه ما جبتي لي شاروخ؟ جبت لك هدية أحلى. استنى شوف هاي. شو هاي؟ بارفان. لا شو البارفان اللي جبتي لي اياه يوم عيد ميلادي لهلا ما بخبخت منها. أو شوفي يا اشتهيت لك ياها، بعدين ريحتها بتطير العقل. زيادة الخير خير، بعدين ما بتكتر عليك. هنا أنا ما بدي منك هدايا، أنا كل اللي بدي إياه مني كلمتين حلوين. تقولي لي اشتقت لك، هاليومين اللي غبتهم عنك حسيتهم كأنهم سنتين، قاعدة هنيك وأنا عم فكر فيك، كيف عم تاكل؟ وين عم تروح؟ مع مين عم تقعد؟ شلون عم تنضرب على قلبك؟ شلون عم تنام؟ شلون عم تفيق؟ أنا هذا اللي بدي إياه مو هدايا. إيه ما بدك إياها، هات بعطيها لأختي.